خلينا ناخذ اتصال اول اتصال ويانا. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. وانت بخير، من ويانا ومن وين؟ زهراء ويا حبيب. زهراء شنو؟ سمير من دياله. زهراء من دياله، من مدينه البرتقال. ها حبيبتي إيه يعني. حضرتي على اجواء العيد لو بعدكم؟ ان شاء الله. سويتوا الكليتشه؟ اي والله اليوم سويناها. يلا بالعافيه. زهراء متابعه حبيب. برنامج جلقه؟ يعني تابعت شوية ويا الدكتورة فدوى. إن شاء الله متابعة. مشاركة قبل؟ لا لا مشاركة بس يعني ما فايدة. طيب تعرفين عندنا 20 ثانية، وإذا بعد العشرين جاوبتي ما راح أقدر أخذ إجابتك. إي خليني شاشة قدامي، سوي لي ميوت واسمعينا من التليفون. أكو عائلة يمش؟ العائلة موجودين؟ أنا والأهل. تحياتنا للأهل. خلينا نشوف المنافس أحمد منو وياش راح يدخل. يلا ناخذ اتصال آخر. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ومية هلا، من وياي؟ حيدر من واطو. حي الله أحمد. حي الله ابو كرار، شلونك حبيبي؟ شلونك يا قلبي؟ شلونك زين؟ شو اخبارك؟ رمضان كريم. الله اكرم، ينعاد عليك بالصحه والسلامه. مقدما كل عام وانت بخير. وانت بالف خير، يحفظ لك الاهل والاقارب وكل غالي. الله يحفظك. حيدور من الموصل مو؟ اي نعم من واسط يعني. من واسط واسط. من واسط حيدوري خسر ويانا. اي صحيح. حيدر اليوم ان شاء الله تربح، بس المهم تركز. ان شاء الله. نقول يا الله ونشوف من اللي راح ياخذ السؤال الاول. حيدر وزهرة. وزهرة. حجره ورقه مقص، حجره ورقه مقص. يلا يلا يا زهراء، الجوله الاولى لك. معلومات عامه. يلا معلومات عامه، وعندك 20 ثانيه مثل ما قلت لك. تمام تمام. في اي عاصمه فارقت الاميره ديانا الحياه؟ موسكو، باريس، ام لندن؟ يلا زهرة خلي العائلة تساعدك، وعنديش وقت. إن شاء الله باريس. إن شاء الله باريس. منو ساعدك؟ أختي. أختك شو مكملة؟ خبيرة إدارة واقتصاد. تحياتنا لأختك والعائلة الكريمة. خلينا نشوف الجواب الخاطئ الأول مع الكنترول. بسبع ثواني قالت باريس، خلينا نشوف الجواب الخاطئ الثاني أيضاً مع الكنترول. وباريس، وعافية عليك. تحياتنا لأختك ولأهلك. خليك بهذا المستوى، وأريدك قبل ما يصفر العداد تعطيني الإجابة يا زهرة. يلا شاء. يلا يا حيدوري، الشاشة قدامك، شنو راح تختار؟ إسلاميات. إسلاميات. سؤال الإسلاميات يقول: ما هي الكلمة التي تتوسط القرآن الكريم؟ ياسين. وليتلطف. وليتلطف. نعم؟ وليتلطف. الله عليك، حتى ما يحتاج للوقت ولا التايم. خلينا نشوف أنا ياكل الجواب صحيح. عافية عليك. عافية عليك يا حيدر، حلو. عاشت إيدك. يلا يا موفقة. نعم. يلا يا زهراء اشوف اللوحة. تفضلي قدامك الشاشة، وش تختارين؟ علوم. نختار علوم. من هو العالم العربي الذي اهتم بالنباتات الطبية؟ ابن البيطار، ابن زهر، ام الزهراوي؟ اهتم بالنباتات شنو؟ طبية؟ طبية. لا تعيدين. ابن البيطار. ابن البيطار. بس اريد منك شيء زهورة، لا تعيدين السؤال لان عندنا وقت. انت مو قدامك الشاشة والاجوبة؟ شوي مبتعدة عن التلفزيون على مود شوي الإشارة يعني. تمام، بس خلي العائلة أيضا تساعدك. تمام إيه حلو. سبع ثواني جاوبتي قبل قليل يعني السؤال الأول، وهذا السؤال الثاني لك بثمان ثواني. أيضا خلينا نشوف الجواب الخاطئ الأول مع الكنترول، وأيضا خلينا نشوف الجواب الخاطئ الثاني. وعافية عليك، هو ابن البيطار. يلا يا حيدر شنو راح تختار؟ تاريخ. كهرباء عندي. تاريخ 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 تاريخ. سؤالك يقول: من هو مؤسس الدولة الأكادية على إنقاذ سومر؟ سير جون، نارامسين، ريموش؟ الدولة الأكادية. سير جون الأكادي يقول سير جون. جون. سير جون. متأكد من الإجابة حيدر؟ والله أعتقد. تعتقد. حلو، خلينا نشوف أنا وياكم المشاهدين. كان أكو لازم أحد يساعدك يمك حتى تشوف. يلا مع ذلك احنا اختارينا، وان شاء الله يا رب يكون الخيار صائب. نشوف الخيارات. الخيار الخاطئ الاول. حلو حلو كلش حلو، بعيدين ان شاء الله. الخيار الخاطئ الثاني. حلو، عافية عليك، عاشت ايدك، اجابة موفقة. حلو. يلا يا زهورة انت متابعة البرنامج، نقطة على حيدر. رياضة. عافية عليك. رياضة. ما هو النادي الذي يلعب به ميسي حاليا؟ سهل. الهلال السعودي. ميسي. ميسي. الهلال السعودي، برشلونة الاسباني،
ام انتر ميامي الامريكي؟ يلا. ليونيل ميسي يلعب حاليا وين؟ يلا بسرعه وقت. الانتر ميامي، انتر ميامي الامريكي، انتر ميامي. تمام هي جاوبت، جاوبت ثلاث. بس ارد انوه على موضوع، لا تخليني اعيد السؤال مرتين لان وقت. خليك الشاشه قدامك، خلي عكسوا الجهه تكون قريبه عليك. تاخذون يمين قاعدوني حبيبتي، خلي الشاشه قدامك قريبه. تمام يلا ان شاء الله. يلا خلينا نشوف الجواب الصحيح مباشره باربع ثواني. قالت وعافية عليك، صحيح. يلا يا حيدر. استاذ احمد تختار لان كهرباء. اختار لك فنون. يلا اختار لك فنون. سؤالك يقول اين يقع متحف الاسكوريال؟ وين موجود الاسكوريال؟ ايطاليا لو فرنسا لو اسبانيا؟ يلا ايش اسمه استاذ؟ الاسكوريال وين موجود؟ ايطاليا فرنسا اسبانيا؟ وقت. اسبانيا. اسبانيا. متاكد من الاجابه؟ لا والله ما متاكد. ما متاكد، ما متاكد حيدر، ما متأكد. قبل شوية ضربة حظ اجى الجواب. نشوف أنا وياكم المشاهدين الخيار الخاطئ الأول. حلو فرنسا. الخيار الخاطئ الثاني. حلو جوابك صحيح، حظوظك جميلة. يلا حيدر مو كل مرة تسلم الجرة، نريدك تركز ولازم تساعد نفسك لو يساعدوك. يلا يلا يا زهورة. عادي خليني أشوف اللوحة. تفضلي شوف اللوحة قدامك. يلا نقول ايه؟ ادب. نختار ادب. من القائل؟ بعد اختاريت وطلع السؤال من اقدر حبيبتي. من قائل السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب؟ ابو تمام. يلا نقول ابو تمام. حافظ ابراهيم. عارف المعلومه. الحطيئه. منو؟ ابو تمام. اثبت عادي. ابو تمام و16 ثانيه. إيه حياتي زهراء انت مو اختاريتي، ما يصير تغيرين المربع لين يطلع السؤال، تمام؟ نعم نعم. يلا حبيبتي خلينا نشوف الجواب الصحيح ب 16 ثانية مع زهراء. عافية عليك، هو أبو تمار. عافية. يلا حيدر شنو نختار؟ نختار أوائل لو جغرافيا؟ يعني نسد عليها الصفحة لو احنا هسه الوضع يعني لا تفتح ولا يعني مفتوح عليك باب. يلا نختار أوائل. أوائل. سؤالك يقول في أي عام استخدمت الطائرات في الحروب لأول مرة؟ شو وقت استخدموا طائرات الحروب؟ 1934، 1924 أو 1914؟ ايش قد؟ شو وقت استخدموا طائرات للحروب؟ الأخير. الأخير. وقت عندنا أربع ثواني. الأخير قال، اختار الأخير. 1914 يقول حيدر استخدمت الطائرات في الحروب لأول مرة، ويعتقد اعتقادين كانوا صائبات، واعتقاد الثالث نشوف انا والمشاهدين هل هو الاعتقاد صائب ام لا؟ نشوف انا وياك هل الخيار صحيح ام لا؟ نشوف الجواب. والله عافية عليك يا حيدر. حلو جوابك صحيح. زهراء هو ما بقى بس جغرافي، اذا جاوبتي جغرافيا تاخذين ال 200، واذا ما جاوبتي حيدر ياخذوا، اثنيناتكم منافسين حلوين اذا تجاوبون صح. تمام؟ يلا. أين يقع جبل النبي شعيب؟ مصر، لبنان، أم اليمن؟ جبل النبي شعيب، مصر، لبنان، أم اليمن؟ إن شاء الله نقول بصنعاء باليمن. قالت تسع ثواني اليمن، وعفية عليك، وخلنا نشوف الجواب أيضاً مع الكنترول. اليمن. عفية عليك. إجابتك كانت بسبعة، 12. صوت العائلة وين؟ خلي اسمع الصفقة مالتهم وينهم؟ من قلبي وينهم؟ بعيدة عن التلفزيون. يلا ألف شوي. ألف مبروك، فزتي ويانا 200 ألف وحظ أوفر لحيدر، لكن حيدر حيدخل ويانا بالقرعة نهاية البرنامج.